حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة أو اللي راح تطلع هنا. تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من أرقامنا اللي راح تظهر بالأسفل، وفي حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب من كان، الأرقام الأربعة آخر رقم لبصفة إشارة الواتساب، تقدرون توصلونا رسالة مكتوبة حصرا على تطبيق الواتساب حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام حياكم الله، ونحكي بملفنا الأول عن الانفلات الأمني بالعراق. أقدموا مسلحين ينتمون إلى ميليشيات على اقتحام منزل سكني بقضاء بيجي شمال مدينة تكريت التابعة أو مركز محافظة صلاح الدين. قتلوا أبو البيت ومرته وابنه، عائلة كاملة أبادوها وحرقوا جثامينهم والبيت وطلعوا. مصدر أمني يقول أن المسلحين اقتحموا بساعة متأخرة من الليل المنزل الموجود بمنطقة الحي العصري بقضاء بيجي، أطلقوا النار على الرجل وزوجته وابنه، أدى إلى مقتلهم على الفور. وأشار المصدر أن المسلحين أحرقوا جثامين الضحايا والمنزل قبل أن يفرون من المكان. كانت مدينة سامرة شهدت الأيام الماضية حادث مماثل للي صار مع اختلاف الحرق، لما اقتحموا مسلحين من ميليشيات حشد منزل مختار منطقة العباسية اللي هو جمال علي المخلف العباسي اللي انقتل السنة الماضية. المختار السنة الماضية انقتل، وقبل أسبوع قتلوا كل عائلته، خمس أطفال وأمهم، وأقدموا على قتل زوجته وأولاده الخمسة قبل أن يضرمون النار بالمنزل وإحراق الجثامين. وحذروا خبراء من الشأن الأمني من استمرار الجرائم والمجازر ضد عوائل بمحافظة صلاح الدين من دون الكشف عن الجهات المسؤولة أو الأسباب الحقيقية، بوسط مؤشرات على تورط الميليشيات بشكل أساسي وخلوا جوا الميليشيات ألف خط بارتكاب هاي المجازر. خبراء أكدوا أن هاي الظاهرة صارت مؤشر خطير يهدد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي. اللي صار بمحافظة صلاح الدين بمدينة تكريت بقضاء بيجي هذا. اسمع، ما صاير حريق بس على الربع. ما شايف ولا عندي. ايه وقلت لك. هلا نزرق رجلي. شرطة. إذا سمعت شو صاير شو؟ يا أستاذ مستكين. اسمع، ما صاير حريق بس على الربع. ما شايف ولا عندي. إيه وقلت لك. هلا نزرق رجلي. راح يجيني واحد ويسألني يقول لي شنو الفرق بين اللي صار بالعباسية واللي صار ببيجي؟ قلت لكم بس الحرق. هناك احترقوا بالكامل وفحموا، هنا بالفيديو يقول لك صار الحرق بس بمكان واحد والجثامين ما تأثرت بشكل كامل إلا جثة واحدة. لكن السؤال اللي ينطرح، ميليشيات الحشد الشعبي اللي تعتبر نفسها مؤسسة أمنية موجودة لحفاظ الأمن والدفاع عن العراقيين والدفاع عن أرض العراق وسماء العراق وجو العراق وماء العراق، مؤسسة تقول لك أنا مؤسسة أمنية موجودة لحماية الوطن، أأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة اللي هو منه أبو الله لا يوفقني محمد الشيعة السوداني، ربي لا يوفقه لا دنيا ولا آخرة. المهم هم يجون يقولوا لك إحنا جاي نحميكم، هاي مجازرهم، عائلة هنا عائلة هناك، عائلة بجبلة عائلة وادري وين. ناس لما شافت اللي دا يصير بمحافظة صلاح الدين خلال هالأسبوع علقت، وأول تعليق من عمار الدليمي: عصابات تصول وتجول وتقتل وتنهب المال وتنهب المال والأراضي وتهجر السكان والحكومة والإعلام، يخاف حتى أن يسميهم بأسمائهم. إلى متى هذه المهازل؟ والله يا أخوي الإعلام مو يخاف، بس لو أكو رجال بالعراق من المصادر المسؤولة تجي تقول لك الميليشيا اللي سوت هاي الجريمة، فالإعلام راح يقولها وأنا أولهم، بس هم المسؤولين يخافون منهم. خلينا نحط النقاط على الحروف. محمد الأزدي: مع الأسف المجرمين يسرحون ويمرحون، قبل أسبوع فاجعة بسامراء واليوم ببيجي. ياسر الدليمي: ما دام الميليشيات موجودة بتكريت ما راح تصفى وراح يبقى القتل مستمر. أمين حميد: أكثر من مليون رجل أمن بالعراق ولا أمان حتى الآن. طارق التميمي: التراجع الأمني الآن سجل أعلى معدلاته منذ عام 2008، وأصبحت جريمة القتل بشكل يومي ومنها جرائم منظمة وتستهدف عوائل
بالكامل. وشاهين يوسف يقول بلد تحكم الميليشيات الولائية الإيران الإيرانية، ايش تترجى منها غير الانفلات الأمني والفوضى الأمنية وانتشار الجريمة والفساد والسرقة والمخدرات والجهل والتخلف؟ كان هاي التعليقات الأخيرة. هي المشكلة صحيحة، يعني يقول لك انفلات أمني وفوضى أمنية وانتشار جريمة وفساد وسرقة ومخدرات وجهل وتخلف، هي هاي نتيجة البلد اللي تحكمها الميليشيات. لكن الطامة الكبرى هو السكوت الشعبي عن هاي الميليشيات اللي هم يعرفون هم شنو. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل. نعم. إحنا من نعقب على هذا الشيء، كثير من هذول يقول لك السياسيين أنهم مو سياسيين، سيئين. نعم. سيئين موالين هاي الأنظمة وهاي الميليشيات. يعني الـ 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 الشعب شو يقدر يحكي أستاذ العزيز؟ نعم. يعني انت شفت قبل كم يوم بالعباسيه ماكو عائله كامله؟ زين ابو عبد الله، انا اريد اسالك سؤال اذا تسمح لي. انت تقول لي الشعب ايش يقدر ايش يحكي؟ ثوره العشرين اللي صارت بال 1920 ضد الاحتلال الانجليزي اللي احنا نسميها عروس الثورات العراقيه، قامت على يد فلاحين بفاله ومقوار، ما كان عندهم سلاح، والانجليز كان عندهم دبابات ومدافع وطيارات وجيش رسمي وجيش نظامي واحتلال رسمي، وعدهم حكم موجود مثل الحكم الامريكي اللي موجود اليوم بالعراق. شو ذولاك قبل ما قالوا احنا شو نسوي امام هاي الاله العسكريه الكبيره؟ بس احنا بهالوقت هذا دا لاحظ اكو اعذرني من الكلمه خنوع لما يقولون احنا شو نسوي قدامهم، ما نقدر نحكي شيء. صحيح استاذ افل، صحيح. قبل انت من تقول حاربوا الانجليز كانت نية صافية، هم أول ما طببوا وقبل هاي الشغل كله طببوا الطائفية. نعم. يعني مالي يقول لك هسه العين شوفها ماكو هذول الحشود اللي هنا، إذا يقول لك الحشد أنا مو طائفي يقول له حيشاك أنت تجذب. نعم. ناس طائفيين شدادة، محاربين الفلاح، محاربين التاجر، محاربين يعني شد تجي عليه محاربين. يعني الفلاح يأخذون منه والله أنت تسوي هالقد أنطينا هالقد. يا عمي ما حد عجر يحكي، ما حد عجر يحكي من وراء ايش؟ من وراء الساسة اللي عندنا هنا الموجودين. تلقي قائد شرطة يجي واحد من الحشد بسيط حتى شهادة ما عنده، انا اقول لك شهادة عنده مال ايش؟ عنده شهادة على التاج مال قواطي يعرف الفوفون من نحاس، هاي الشهادة مالته. يجي هنا لضابط الشرطة ويجي هنا مدير الشرطة ويجي هنا حتى القائد مال الشرطة. وما حد يقدر يحكي. من نجي نرجع ماكو نرجع حمين، من نرجع اقول لك انت تنجد، ارجع على قبل 2003 يا عمي اكو نظام واكو قانون، الضابط الى حجه والشرطي الى حجه والمنتسب الى حجه، يعني اللي تجاوز ماكو، اللي تجاوز على موظف دوله ينحكم من 6 شهور الى 7 سنين، يعني واذا هو بدوامه الرسمي العسكري كذلك. زين هسه عمي ما حد عيقدر يحكي، وراسا يرتكبون عليك، والشاهد موجود منهم وبيهم. نعم. زين انا راح افوت بهذا الطريق. زين استاذ افل يقف وياي الاخ، يقف وياي. نعم. يقف وياي اذا ناس تصير ايد وحده. اي نعم صح. هاي تنشلع سرطان وتقصها من عرجه. نعم. شكرا لك ابو عبد الله، وكلامك على العين وعلى الراس. اذا ابو عبد الله الخص لكم القاله، يقول لك الطائفيه رقم واحد، وقبل كانت اكو وحده شعبيه اليوم ما موجوده، اللحمه اللي كان يفتخر بها الشعب العراقي. وثانيا حط ايده على الجرح لما قال كان اكو قانون. لما نحكي عن القانون احنا مو بس على القانون، هي قوه تنفيذ القانون او هيبه الدوله. فبما انه وراء 2003 لا اكو هيبه للدوله ولا اكو هيبه للقانون، واصلا ماكو قانون، فكل شيء ضايع. ملفنا الثاني نحكي بيه عن قضيه التجاوز على الكوادر الطبيه تشتغل بالمستشفيات. هاي الظاهره الدخيله على الشعب العراقي اكو لها اسباب هوايه، منها تجاوز الميليشيات المستمر على الكوادر اللي تشتغل بمختلف القطاعات، منها ضياع هيبة الدولة، منها الفساد المستشري بالعراق، منها وللأسف التخلف الصاير بالبلد، ومنها قضايا أخرى. لكن الطبيب هو مساعد، ومهنة الطب هي مهنة إنسانية، لكنها بنفس الوقت صارت تجارة بالعراق. والهاي الحالة مؤثر كبير على عقلية الناس، كون الثقة قد اهتزت بشكل كبير جداً بينها وبين الطبيب أو الكادر الصحي.
آخر ما صار بمحافظة النجف لما مجموعة من الناس اعتدوا على الكوادر الطبية الموجودة بقسم الطوارئ في مستشفى النجف التعليمي، وهذا اللي صار بالمستشفى. شفتوا الأسباب اللي حكيت عليها قبل شوية كلها ذبوها بالزبل. أنا راح أحكي على هذا الفيديو بغير موضوع. هاي عركة مال ابتدائية، والله عركة مال ابتدائية، طلاب بمدرسة ابتدائية دا يتعاركون، ومجموعة بصف ومجموعة برا الصف، وأكو واحد يعتبر نفسه هو الزعيم مال واحد من الصف ويأشر لهم ويقول لا تتدخلون، والمدير مال المدرسة واقف على صفعه يريد يفاكك. إيه مو عيب، ما تستحون، واحدكم مش كبرى ايش عرضه جاي تتعارك ويا طبيب؟ شنو اللي صار؟ عندك مشكلة ويا طبيب، أكو محكمة، أكو مركز شرطة، أكو محامي، أكو أي طريقة تقدر تأخذ حقك بيها، بس مال تأخذه بإيدك تعذرني، هاي اللي دنقول عليها التخلف اللي دا يصير بالبلد. لأنه ذول الأحزاب السياسية من 2003 لليوم من كبيرهم لصغيرهم جوي حتى يجهلون الشعب العراقي. لا تعليم مال أوادم، لا صحة مال أوادم، لا زراعة موجودة، لا صناعة موجودة، كل شيء ما موجود بالبلد. شغلة واحدة بس موجودة، كثرة الأعياد الدينية حتى يضحكون على الشعب بعباية الدين. بغداد خل أحكي لكم حجم الإهمال اللي يصير من قبل الحكومة لهذا القطاع المهم، هو قطاع الصحة. هذا القطاع يعاني من تدهور كبير وراء غزو البلاد سنة 2003. النظام الحاكم ببغداد ما حسن واقع النظام الصحي بسبب فساد، انعدام رعاية صحية، تفشي الرشوة، تفشي المعسوبية، السرقة بشكل كبير بكل مفاصل القطاع الصحي. الواقع الصحي صار سلعة تجارية على صحة المرضى اللي بعدها في تدهور متواصل. انتشرت سرقة الأدوية، انتشرت سرقة المعدات الطبية، كثرت حالات الاحتيال وعدم وجود خزين كافي من الأدوية والعلاجات، إضافة إلى الكوادر، فضلا عن تردي خدمات وسوء المعاملة. الدولة ما واكبت وتيرة الزيادة السكانية والحاجة الاجتماعية للقطاع الصحي المتكامل. ارتفع عدد سكان العراق من 7 مليون و280 ألف سنة 1960 إلى أكثر من 40 مليون بسنة 2020، لكن بحسب البنك الدولي انخفض عدد الأسرة بالمستشفيات للفرد الواحد بشكل فعلي بحلول عام 2017 كان 1.9 سرير لكل ألف عراقي، واليوم 1.3 سرير لكل ألف عراقي. تعالوا نشوف الفوضى والزخم الكبير اللي موجود بمركز فحص طبي للمتعينين الجدد بمستشفى الكندي ببغداد. على فحص المخدرات من قبل بتستحون صندوق لبن اخذ لي امك، ابو فلان صندوق الحليب اخذ من ذيك الجهه، اللوري فلان خلي طب منانه. هاي مو مستشفى، دوله متعينين دوله. المشكله اللي موجوده بالعراق هو الدوام الرسمي من 8 الصبح ل 5، الدوام الفعلي من 8 الصبح ل 9، من 9 ل 5 وين يروحان؟ الله اللي يعلم، والدولة تدري. أما محافظة ميسان مدينة العمارة خطية المرضى والمراجعين هناك، تعرفون الحر اللي موجود بالعراق فوق 60 درجة توصل، خصوصا المحافظات الجنوبية اللي ميسان واحدة من أدنى. الناس والمراجعين جابوا مهافيف، هاي الخوص ما النخل اللي ينهفي بيها من الحر لما كانت تطفى الكهرباء. لكن هنا الجماعة الكهرباء ما مطفية، لكن منظومة التبريد
عاطلة. تخيل عزيزي المشاهد كمية الفساد وين وصلت بالعراق وين ودتنا ليا درجة. إنه العراق المشهور بدرجات حرارة غير طبيعية وصلت إلى مراحل قياسية، وهذا حال المريض به. تعال نشوف. تذكرون قبل قلت لكم تحضرون قائمة وياكم؟ نانا بهالمكان قلتها. هسا اللي يريد يطب المستشفى يزيد بند على القائمة. اللي قلته قبل تحضر وياك دوشك مال السدية مال المستشفى لأن ماكو. تشرشف نظيف لأن بالمستشفى ماكو. كانونة، كم سرنجة، شوية شاش، معقمات، مطهرات، باراسيتول، ذني الأدوية الأساسية، وياك كم أبرة أنتي بايتك مال التهابات، ذني تحضرهن من كيسك. تجيبهن من برا والطب. تذكروهن. هسه زيد عليهن حبيب قلبي مهفه، تهفي للمريض مالتك وشويه انتوا ظلوا زيدوا على القائمه. كل ما تشوفون فيديو مثل ذا نزيدوا باكر عقبه. اتخيل المريض يروح ياجر لي طبيب وياجر لي طاقم تمريض ويطب ويا غرفه عمليات، اذا لقيت غرفه عمليات بالعراق. الناس لما شافت الفيديو علقت، الحقوق رعد جبول يقول احد اسباب هاي المشاكل هو الفساد الاداري الموجود بدائره صحه النجف وعدم معالجتها للنقص الحاد في الكوادر الطبيه بالمستشفيات وعدم متابعه موضوع دوام وتواجد اطباء الطوارئ والخفر في المستشفيات، وهاي مسؤوليه تقع على اداره المستشفى ودائره الصحه. سمير الطائي، لو كل من يتجاوز ينسجن وغرامه وتكون الشكوى من قبل المؤسسه التي يعمل بها بدون تنازل كان ما صار هذا الحال. الصحه يومية كاتلين واحد. دحام الجبوري، بكل مستشفى يوجد مركز شرطة وحماية منشآت، وينهم وشنو دورهم؟ بس أريد أفتهم. مروة المهداوي تقول بالله هاي وضعية مستشفى ماكو تبريد، حتى إذا مو مريض همينة يمرض ويموت. رؤى التكريتية تقول رحنا البارحة ورجعنا ماكو محط رجل، كتل الناس ببطن الناس، وتالية المختبر ما بعينات. المفروض تصير كل واحد بمحافظته، مو العراق كله على مختبرين ببغداد. أبو سالي يقول وين صاحب عبارة الله لا يوفقني، تونا جبنا طارية الله لا يوفقني. وتتذكرون محمد الشاع السوداني وين قالها كلمة الله لا يوفقني؟ محمد الشاع السوداني قال هاي الكلمة الله لا يوفقني بزيارته إلى مستشفى الكاظمية لما شاف سوء الخدمات اللي موجود بالمستشفى، وقال إذا بقت الخدمات بالعراق، هاي شو وقت قالها؟ لما صار رئيس وزراء قبل سنة تقريبا. إذا بقت الخدمات هيك الله لا يوفقني. فبكيفكم براحتكم بعد جروها عليه. هذا تعليق الناس على انهيار واقع الصحة بالعراق. واقع الصحة العراقية كارثة ومأساة بكل معنى الكلمة. لا مريض السرطان لاقي علاج ولا أكو مركز يعالجه، والعراق بيزياد مضطرب بمرضى السرطان لأنه جماعتنا يحرقون الغاز وما بكهرباء. ليش؟ لأنه إحنا نحرق الغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية العراقية تشتغل على الغاز، وإحنا نحرق الغاز حتى نستورده من إيران. ليش نستورده من إيران؟ حتى بمزاج إيران تطينا غاز تطينا، ما تطينا غاز ما تطينا، وبمزاج إيران تبيع لنا بالسعر اللي هي تريده. والغاز العراقي طب مرض يحترق، ومن يحترق تنبعث منه غازات سامة ويتمرضون الناس، مو مشكلة. يصير بهم سرطان مو مشكلة، يصير بهم أمراض تنفسية مو مشكلة، تصير بهم أمراض جلدية همنا مو مشكلة، بس المهم إيران ترتاح والشعب العراقي ثانوي بالنسبة إلى السياسيين. ملفنا الثالث نبدي من محافظة ديقار، نحكي بيه عن قضية الخريجين. هاي الطبقة هواية طلعت، هواية طلعناهم ايضا بصوتكم، حكوا الظاهروا نددوا طالبوا لدرجه انه ملوا من المطالبه، بس ماكو ولا اكو سياسي او حكومه نفهت لهم، لدرجه انه يوميا عندنا تظاهره جديده. وهذا اللي راح نشوفه ويا هذا الناشط اللي ينقل لنا معاناه الخريجين بمحافظه ديقار اللي ظهروا لاجل شنو؟ تعرفوها كلش زين، حقوقهم المشروعه وهي التعيين والملاك الدائم وفتح الدرجات الوظيفيه، هذا كله وسط اهمال من قبل الحكومه لهذا المطلب. هاي محافظه ديقار وهاي كل شيء شفت بحياتي
وسمعت وشاهدت، بس ما يوم من الأيام اتوقعت انه محافظ ما يحترم رئيس وزراء. هاي قضية كارثية. خلي يسمعني محمد الشياع السوداني هسه تقول لي ليش انا حاسبني، انا حاسبوني، دبوني بالسجن، شعدكم سووا بي محافظ نقاب. هاي الناس الخريجين الملحق صار لك سنة تضحك عليهم ونايم ليل مع نهار ببرنامج التيك توك ما تطلع من عنده. وهاي الناس القاعدة الدرست والتعبت، والانت ما تعبت وقعدت بمنصب. اريد اقول لك بشغلة، تعال وياي، تعال 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 تعال، تقبل اختك لو مرتك لو عرضك يقعد بالشارع يدور تعيين؟ العراقيين معروفين ان هم اهل غيره وحميه، فاني اريد اسال مو الشعب العراقي، لانه انا واثقه من الشعب العراقي وكل ثقه من الشعب العراقي. انا راح اسال كم واحد اللي هم يدعون بعراقيتهم ويقولون احنا عراقيين واحنا جايين لحمايه هذا البلد والحفاظ على مقدرات البلد وقياده هذا البلد، رغم ان هم يمتلكون جنسيات ثانيه وثالثه، فرنسيه وبريطانيه وامريكيه وكنديه وايطاليه واسبانيه وايرانيه. زين ما احكي على هذا الموضوع، انا دا احكي وياهم ذول العراقيين اللي يقولون احنا عراقيين وجايين لخاطركم. ذني نسوان اللي هن عرضك وشرفك، وراح احكي وياك بهذا المصطلح لانه انتو صدعتوا روسنا، خصوصا جماعه الحشد، احنا حافظنا على الاعراض. فذني جزء من الاعراض. تقبل يا السياسي اختك او زوجتك او بنت اختك او بنت اخوك تقعد هاي القعده بالشارع وتضرب كف بكف حتى تحصل حقها؟ اذا كنت تقبل فاطلع بس بالتلفزيون وقول اي اني اقبل ورد علي حتى الشعب العراقي يعرف شغله وياك، واذا كنت ما تقبل حلها. عندنا تظاهرات ثانيه، هاي حاشدة لموظفين شركة نفط البصرة في محافظة البصرة بعموم المواقع النفطية بالمحافظة، يعني كل اللي يشتغلون بالمواقع والحقول النفطية ظاهروا، إضافة أنه نضاف لهم موظفي شركة نفط محافظة ذي قار. ليش؟ لأنه رفضوا قرار مجلس الوزراء. القرار شو يقول؟ أنه التمويل مال الحقول النفطية وشركات النفط كان تمويل ذاتي من الشركات أنفسها، الحكومة تقول لا أنا ما يعجبني هذا الشيء راح أحوله إلى تمويل مركزي. يعني الحكومة هي المسؤولة عن تمويل المشاريع والشركات والحقول النفطية والعاملة بالمجال النفطي، بما معناه أنه أكو باب من الأبواب السياسيين ما يقدرون يبوقون به، فراح يبوقون من عنده. الناس فاهمة هذا الشيء؟ طلعوا وظاهروا. تعالوا نسمع ايش حكوا. القرار مجحف إلى درجة نتعجب من السياسيين اللي هم يدعون بأنهم هم خبراء كيف يوافقون على هذا القرار؟ قرار بيع الشركات النفطية، هاي خطوة أولى نحو إفقار العراق، خطوة أولى لبيع الشركات النفطية. إذا تحولت هاي الشركات النفطية إلى شركات تمويل مركزي للمالية المركزية راح يصير الوضع، يعني التمويل راح يصير تمويل مركزي، وراح إفقار الشركات يؤدي إلى عرضها للمستثمر ولبيع أصول الشركات. هاي خطوة لإفقار العراق، خطوة لإنهاء العراق. هذه طلقة الرحمة على كل العراق، مو بس على القطاع النفطي. اليوم هاي الوقفة وقفة سلمية، وغدا قد تكون وقفة تصعيدية، وقد أعذر من أنذر. اليوم وقفتنا احتجاجية وغدا تصعيدية، نطالب بمستحقاتنا وتخصيصات الشركات وما شابه، وهذا القرار المجحف بحق شركة نفط البصرة مع هذا وقفة الموظفين وقفة سلمية وغدا وقفة تصعيدية، ونطالب رئاسة الوزراء بإيقاف هذا القرار المجحف بحق البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من موظفين شركة نفط البصرة الذين خرجنا اليوم ضد قرار مجلس الوزراء المرقم 24600
القاضي بتحويل الشركات النفطية إلى شركات خاسرة، وذلك بهذا القرار الجائر الذي يقضي على طموح الموظف الذي يعمل لأجله، مما يسبب إرباك في العمل ويؤدي إلى جعل الشركات شركات خاسرة، وهذا الشيء يصب في مصلحة الشركات الأهلية الشركات الأجنبية، ما يؤدي نحن الأبناء الذين طالما نطمح إلى تطوير ما بناه الآباء من تطوير النفط، الآباء أمموا النفط لنا ونحن أعطيناه للشركات الأجنبية. لبيك لبيك يا عراق، نعم نعم للعراق، هذا الشعارين الوحيدات اللي رفعت بهاي التظاهرة. ولو تجي القوات الأمنية، البصمة الرئيسية مع القوات الأمنية هي القمع، احنا نعرف كل زين وانتم تعرفون هذا الشيء وحاكين ومطلعين هواية، بس هم ذولا يشتغلون بشركات نفطية، والعراق بعمالة أجنبية وأجانب يشتغلون بالحقول النفطية من 50 جنسية باعتراف حكومي، على رأسهم الصينيين والهنود والبنغاليين والإيرانيين واليابانيين والكوريين، وإحنا كنا عبالنا بس ذولا 6-7-50 جنسية تشتغل بالعراق، رواتبهم من 60-70 ورقة بالشهر. هسه لو يطلعون ذولا الهنود والبنغال بتظاهرة I don't like my salary because 6,000 of dollars not fair for me، رأسا يقول لك أيوة والله حقي يعني 6,000 دولار ما تكفي خن زيدة، بس يطلع شعب أو مواطن عراقي يقول لك أنا هذا قرار ما يفيدني، يجون قبل قشوا طلعوا. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. ضفاف تقول سنوات قضيناها بالدراسة بأمل الحصول على شهادة نفتخر بها، وعند الحصول على هذه الشهادة صدمنا بالتهميش والتجاهل والإقصاء من الدرجات الوظيفية، ألسنا من أبناء هذا البلد؟ فالعراقي يجب أن يعيش بكرامة ومن خيرات بلده. محمد الغني، الشهادة الشايلينها إحنا أكبر من مسؤولينهم الجايبين شهاداتهم بالواسطات، حسبنا الله ونعم الوكيل. وظافر العبود يقول لا ترد الحقوق إلا بالثورة، فنحن خريجون ماضون بثورتنا ولن نتراجع أو نستسلم إلا أن تتحقق مطالبنا، ومطلبنا هو أبسط حقوقنا التي خرجنا من أجلها. علي حامد العبودي، مستمرون حتى تحقيق مطلبنا الشمول بالاستثناء كملحق، حقوقنا ذمة في أعناقكم أيها المسؤولين، نموت وما نتراجع، خط بدمنا وقعناه. وضياء الموسوي يقول الاستثناء حق للجميع وليس لفئة على حساب فئة أخرى، احذروا غضب الخريجين، مطلبنا إضافة ملحق استثناء، مطلبنا شمول كافة الخريجي ذي قار بالاستثناء باعتبار محافظة منكوبة، نعم للحقوق كلا للتهميش. وأنا أقولكم مطلب هنا من الإعلام، وأتمنى كل العراقيين يسمعوني، ليس أنه نقول مطلبنا شمول كافة خريجي ذي قار، لا، مطلبنا شمول كافة الخريجين بالاستثناء باعتبار العراق منكوب واللي ناكبي ذول السياسيين. عيسى الشحماني، مطلبنا الشمول بالاستثناء كملحق، كلا كلا للتهميش، نعم نعم للحقوق. فكان هذا تعليق الناس على قضية التعيينات اللي هي أكو تظاهرات مستمرة يوم بعد يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، وتظاهرات طلعناها بصوتكم، أكو غيرها هواية ما طلعناها، هواية شفنا القمع اللي تعرضوا إلى الخريجين والضرب والمهانة اللي تعرضوا إلها على يد القوات الأمنية، مهندسات وخريجات وأساتذة وحملة دراسة شهادات عليا كلهم تعرضوا إلى القمع الوحشي من قبل القوات الأمنية بسبب أنه أكو مسؤول ما يعجب يسمع لهم الذول الخريجين، علما من حق هذا الخريج أن يتعين. لكن أكو آلية اليوم موجودة في العالم ما معمول بها بالعراق، وهي آلية الحق أو الحقوق. شنو قصدي آلية الحق؟ العالم تخلف جهال، يدرسون مدارس ابتدائية متوسطة ثانوية جامعة، يتخرج من الجامعة، أكو طريقين إليه، أما يكون من الطلبة الأوائل وهذا راح يدخل إلى دراسات عليا بشكل مباشر، وأكو بعض الناس اللي معدلاتهم جيد فما فوق يدخل على نفقته الخاصة، فنحصل هنا على حملة شهادات عليا من شهادة ماجستير ودكتوراه.
الأوائل اللي يطلعون من الماجستير والدكتوراه أيضا راح يدخلون بخطين، إذا حمل شهادة ماجستير وهو من الأوائل راح يدخل إلى وظيفة مباشر أو يكمل الدكتوراه، واللي يكمل الدكتوراه هذا يستفاد منه في التعليم، لأن يقول لك هذا الأول على قسمه، فأنا أفسح له المجال أن يكون أستاذ في هذا المجال حتى من يكبر يخرج لنا أجيال تفتهم مثل ما هو افتهم وتخرج على أجيال تفتهم. أما اللي يشتغل بالوظيفة فهو يطلعون الرجال الكبير من العمر على التقاعد يقولوا له جزاك الله ألف خير، شكرا جزيلا على سنوات الخدمة اللي قضيتها إلى هذا البلد، البلد اليوم يريد يكرمك تقعد في بيتك متقاعد، راتبك ماشي إلى ما يشاء الله طول ما أنت عايش على قيد الحياة إن شاء الله، وجبنا واحد بمكانك جديد، همينا نستفاد من الطاقات الشبابية وهمينا كرمنا كبار السن وبدينا نداور الحياة وهكذا، وتستمر الشاب يكبر ويطلع تقاعد ويجي الصغير هسه من يكبر يصير موظف بداله. لكن هاي الآلية بالعراق ما معمول بها، ليش؟ لأنه إذا البرلمان ينباع وينشره ورئاسة الجمهورية تنباع وتشترى ورئاسة الوزراء تنباع وتشترى ومناصب المدراء العامين والدرجات الخاصة تنباع وتنشرى والمعلم ينباع وينشرى والموظف ينباع وينشرى، فأنت شلون راح تعين؟ لأنه كله لازم تجيب بطاقة من حزب وتأييد من حزب وتأييد من متنفذ ومسؤول وفلوس حتى تتعين. تريد معلم تدفع حلقة، تريد ضابط تدفع حلقة، تريد طيار تدفع، انت ما تعرف تطير، تريد طيار تدفع حلقة، تروح تستلم راتب مال طيار وتروح تاخذ لك الشم دورة وتقوم تطير، بس ما اللي يجيبون اختصاص ماكو. لجنة الاعمار والخدمات النيابية قالت بوقت سابق انه عدد المشاريع المتلكئة بالعراق تقريبا اكثر من 1600 مشروع، وبينت أنه مشاريع المتلكئة خلال الحكومات السابقة لها النسبة الأكبر، ونسب الإنجاز تبلغ بها من 30 إلى 35% فقط وواقفة، ومتوقف العمل بها من شوكت مو عادل عبد المهدي لو مصطفى الكاظمي، لا من لما كان ما يسموه بمختار العصر نور المالكي رئيس وزراء. تخيل الرقم عزيزي، هذا الرقم كن على ثقة مغلوط، لأن الأرقام أكثر بهواية من هاي اللي يقولون عليها، وراح أشوفكم كم واحد اليوم ذي قار ناشط يناشد ويطالب بإكمال مشروع القاعات الرياضية المغلقة بمحافظ ذي قار والمتعددة الاستخدامات حتى يستفادون من أدها أهالي وشباب محافظة ذي قار، لكن المشاريع اليوم تعاني من إهمال وتلكؤ بالعمل. تعالوا نشوف. طبعا انا اليوم بحل القاعات المغلقه اللي هاي تم العمل بها ما يقارب من 2013 الى الان. طبعا تعرفون يعني هاي المشاريع اللي بقت هي متلكئه هي بال 2013 من كان مجلس المحافظات، والان رجع مجلس المحافظات اللي هو حلقه زائده. لكن احنا نسال السؤال، نقول هاي المشاريع المتلكئه من 2013 لحد الان ليش ماكو سيول ماليه لحد الان؟ يعني أكثر من جهة اليوم هي تدعم المحافظة، أكثر من جهة تدعم مشاريع المحافظة، لكن للأسف هاي القاعات اللي موجودة عندنا أكثر من قاعة بالمحافظة، الكل يعرف بالقاعات ما يقارب عندنا بصوب الجزيرة والشامية كثير من القاعات، وهاي القاعة مغلقة يعني تكون بها فعاليات كثيرة. احنا نعرف الدائرة المستفيدة بهذا الموضوع هي الشباب الرياضة، لكن أنا أسأل سؤال إلى مدير الشباب الرياضة وهي ضمن اختصاصك وضمن مسؤوليتكم، هذا الموضوع هذا ما يقارب بنسبة إنجاز يعني هسه فاقت 70 إلى 80%، لكن إلى الآن ما نشوف هناك اهتمام بهذه القاعات. هاي القاعة اللي موجودة هي بروضة الزهور، كانت هي ضمن وزارة التربية، يعني كانت تابعة أتصور إلى الروضة، لكن بعدها تحولت الشباب الرياضة. أنا أسأل سؤال إلى مدير الشباب الرياضة وإلى الناس المعنيين وإلى أصحاب القرار والاختصاص، إلى مدير الشباب الرياضة اللي صار لك تقريبا 3 سنوات 4 سنوات بهذا المنصب، أرد أوصل لك هاي المناشدة أو الرسالة، إيش تعتبر أعتبرها؟ كل القاعات اللي موجودة بالمحافظة يا ريت تسلط الأضواء عليها، إحنا عندنا أكثر من جهة أرجع وأقول تدعم المشاريع، يعني سيول مالية أتصور موجودة عندكم، لكن إذا كانت الشركة المنفذة مقصرة
هذا إشعار آخر أنتم وياها تحاسبونها بعد قانونياً العقوبة، هذا ما نعرف، هذا الشيء وارد لكم. أما إذا نشوف يعني نسبة إنجاز وما منطين سيول مالية، هذا الشيء ما نعرف به. إحنا كل ما بالأمر وكل ما يهمنا هو المصلحة العامة وإدخال هذا المشروع إلى الخدمة، لأن بصراحة مشروع يعني جميل جداً. هاي مدرجات تقدر تصير أكثر من فعالية هنا داخل هاي القاعات. هاي القاعات الرياضية المشكلة اليوم ذول الحكومات اللي هم يقولون احنا حكومة خدمات، ما ادري سموا سنة 2024 سنة خدمات، واللي ما باقي لها كم شهر، ترى شهر 8 خلاص، يوم الأحد 1/9 ما باقي لك، يوم خميس جمعة سبت انتهى الثامن، الأحد تطبيت بالشهر 9، احسب لي كم شهر على نهاية السنة، ايش كم يوم؟ 120 يوم من 365 يوم، بقت 120 يوم. هم سموا هاي السنة عام الخدمات، ما تقولوا لي يا خدمات، متنزهات ماكو، استيلاء على الأراضي وخصوصا المساحات الخضراء اللي موجودة بالمدن تستولون عليها، قاعات رياضية ما مهتمين بها، مجال الرياضة أو القطاع الرياضي بالعراق بشكل عام أنتوا أصلا ما مهتمين به. هي يمكن الفرحة الوحيدة اللي كانت موجودة للشعب العراقي بال2007 هو المنتخب، لأنه بال2007 فاز المنتخب العراقي بكأس آسيا لأول مرة بتاريخه، واليوم المنتخب العراقي بهاي السنة عنده إمكانية عالية، هاي السنة والجاية أنه عنده مو إمكانية، أمام فرصة تاريخية للصعود مرة أخرى للمونديال. بس قل لي الاهتمام بالرياضة شقد، أنا أجزم لك وراها نصعد لو ما نصعد، أنت الاهتمام صفر، الاهتمام بالشباب الرياضي صفر، وباقي دول العالم تباوع على الطالب وهو بالابتدائية، هذا ينجح بالمواد العلمية، هذا ينجح بالمواد الأدبية، الأخ ينجح بالمواد الإنسانية، الأخ ينجح بمجال الفن، غيره ينجح بمجال الرياضة، غيره ينجح بمجال الموسيقى، غيره ينجح بالمجال الديني، ويصبون كل اهتمامهم بذيك الدول على هالمجال حتى يطلعون نابغة من النوابة قد يكون في يوم من الأيام أحد علماء عصره. وإحنا بالعراق ما عندنا اهتمام بولا شيء، بس عندنا اهتمام بشيء واحد بس، أنا أجر إذني وأجر إذن للسياسيين العراقيين في طرق النصب والاحتيال وسرقة المال العام اللي دي يستخدموها والمليارات اللي موجودة بالحسابات. أما عروس الخليج العربي البصرة، لقينا مواطن يناشد الحكومة المحلية يقولهم الله يخليكم أنتوا ومديرية بلدية البصرة رمموا لنا هذا المجسر اللي موجود بالعشار، لأنه هذا المجسر خطر على حياة المواطنين. تعالوا نشوف المجسر شلون صاير وراها نحكي. اللي بمركز العشار اللي مقابله الرقابة المالية ومنانة العطيرية، هذا جسر العشار، الجسر اللي قريب على شارع الألبان، هذا الجسر قبل فترة طاح من عنده طفل ونعم الله على أبو الستوت تطلع هذا الطفل، جسر ما بيه محجر، أي محجر ما موجود، أكثر المكانات اللي بيه مكانات فتحات وجدا جدا خطر. أنا ما أعرف السادة المسؤولين بالبصرة يقبلون بهذا الوضع، يعني هسه إلا ننتظر كارثة تصير، أطفال يطيحون، طبعا وهم طريق مدارس، ننتظر أطفال يطيحون وبعدين يجون الأخوة المسؤولين يسوون المحجر، شنو قيمة المحجر هو؟ شنو قيمة بيش يعني؟ ليش والله العظيم صار سنين أنا أتعدي أشوف هاي الحالة، جسر بدون محجر، بدون محجر، هاي فتحات كلها موجودة بي. أضف إلى ذلك هذا الشط، أنا أقترح على شركة النفط أنه تجيب خبراء يحللون هذا الماء، بركة الله يتحول إلى نفط أو يطلعوا لنا مادة بي نفطية جديدة، لأن أنا قبل مدة تعديت عليه كان أحمر يميل للحمار هسه أخضر، فأعتقد هو بعد صار مادة قريبة للنفط الخام. يعني هاي صديق شديد، هاي المزابيل، يعني هذا مركز البصرة، هي هاي وضعية، مكان كله متدمر بدون محجر، كله أوساخ، الشط قذر، يعني ما قدرت الحكومة توصل الحل لهاي القضية، بس احنا من دون بلدان العالم الأنهر مالتنا قذرة بهاي الطريقة. هذا الجسر صفحتين المحجر ماله أكثريته ما موجود،
يعني ما اعرف المسؤولين يقبلون اطفالهم يتعدون منا، انا ما ادري يعني كارثه والله العظيم كارثه. يعني مشكلة انه العراق كان الانهر مالته والاحواض النهريه بالعراق نظيفه، لكن مع الاسف بعد عام 2003 انتشار النفايات والانقاض والمخلفات الصناعيه والكيميائيه ومخلفات المصانع ومعامل الاسمنت والطابوق، وايضا هواية امور وجثث وغيرها 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 سببت تلوث بيئي كبير وتقاعس وزاره الموارد المائيه عن اداء واجبها وخصوصا دائره كاري الانهر. بس أنا أقترح على الحكومة العراقية، عمي لا تكروننا كل أنهر العراق بيوم واحد، ولا تبلشون بكل الأحواض النهرية من زاخو للفاو بيوم واحد. عمي اشترولنا فد 10 آليات وابدوا بيهن تدريجيا، هي المنبع من الشمال والمصب بالجنوب، ابدوا من فوق شوية شوية ونزلوا لي جوا ونظفوهن. أتمنى تتعلمون من التجربة التركية في 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 تصفية المياه اللي كانت موجودة في بحر مرمرة وغيرها، لأنه كانت في 90s القرن الماضي أو في بداية 90s المياه ملوثة، وتعالوا شوفوها هسه شلون صارت. تعلموا من هاي التجربة وعيدوا لنا الأنهر ماتنا مثل ما كانت قبل. وشغلة لخ هذا المحجر، أكو هنا شعار هو النجمة الثمانية، هذا المحجر مبني بزمن النظام السابق مو هسه. عوفك من أنه جاهل يزلق ويوقع، مطرة الدنيا، واحنا نقول لما تمطر الدنيا لا تسوق بسرعه لان القاع تصير صابون، وابو دراجه جاي ديلوف وزلقت زلق هو والدراجه وطب منانا، يروح يسلم على السمك يتعشى وياهم. حادث سياره جت منانا وجت سياره ثانيه من هنا وطبت منانا، واكو واحد يمشي وشو مره جوا همنا يطب جوا يسلم على الانقاض، ساعته وقعت بالمي وجاي يطلعها. شويه اتقوا الله بالناس. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق هو حيدر نصيف أبو نرجس يقول بصرة أم النفط، التريليونات تصرف على المقرنص، جسر ما تعرف تسوي، حكمة الزمان. أسعد الحلفي، البناء والأعمار بالبصرة أكذوبة وضحك على عقول الناس. عبد الله الحرباوي، بلد العجائب، بلد كلها حكومة وأحزاب وحرامية يا عراق، لك الله طحنا بنص شلل وعصابات وحكومة فاشلة، شعب بيد الأحزاب. عادل عبيد فارس السعيد يقول وين النزاهة؟ هاي مشاريع تتطلب تحقيق، هاي كوارث أموال تهدر هكذا بمجرد انتهاء المدة وقبض الأموال ينتهي كل شيء. حسام أبو يقين، مجرد عمل فاشل وهدر للمال العام وبدون لا رقيب ولا حسيب. وثائر ناصر يقول المفروض أكو أذان صاغية، ولكن أسمعت إذا ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فكان هذا تعليق الناس على قضية المشاريع المتلكئة. قسم التواصل الاجتماعي سلط لنا الضوء على إهمال الثروة السمكية بالعراق ومحاولة تدميرها من قبل الأحزاب حتى ينفذون أجندات خارجية باستيراد أسماك من الخارج على حساب المنتج المحلي. هاي الثروة اللي من المفترض على الحكومة العراقية أن تهتم بها والنظر إلها كونها ثروة من ثروات العراق مهملة. هاي مو أول مرة تتعرض بها الأسماك بالعراق إلى هذه الحالة، ولكن نظم لنا قسم التواصل الاجتماعي بالقناة إنفوغرافيك بعنوان ظاهرة نفوق الأسماك حرب خفية بأياد خارجية، فلنتابع.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. تعرفون احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا انه الشعب العراقي وقع بيد ناس او مو وقع بيد ناس، قام يتبع ناس منهم ابو عمامه ومنهم ابو عقال، واثنيناتهم ما يسمون فلسين، جهلوا الشعب العراقي. هذا البلد اللي حارب الاميه بالسابق، وبالسبعينات صارت الاميه 0%، والتعليم صار بافضل ما يكون، وان كان العراق مرتاح وكان الدينار العراقي قوي و و و و و ذول اللي جو يتحكمون بالبلد، وذول اللي هسه اليوم يركضون وراهم وما يفتهمون الفتيله شنو، هم نفسهم اللي سوقوا انه العراق كان يمتلك اسلحه دمار شامل. احمد الشلبي واياد علاوي وعدنان الباتشي وعدنان الدليمي وذول الشله التعبانه ومحسن عبد الحكيم وغيره 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 وغيره، هم نفسهم روجوا لهاي الكذبه، وراها جو يكذبون على الشعب العراقي، وباقوا نهبوا ما خلوا فلس على الشعب العراقي، ورا ما كملوا على هذا الشيء بداوا يخربون بالبلد، والدمار يمشي ويمشي ويمشي والخراب جاي اذا ما انت وقفت بيا العراقي وانطيت كلمتك. نلتقيكم على خير بحلقة جديدة إن شاء الله يوم الأحد. في أمان الله.